إلهي سبحانه وتعالى وحو لي دابت دولك دوشي سكو صعطا ما أي جرته يا حيوان نالع إلا إلهي سبحانه وتعالى أي أرزاقية أو رزقي هذا دوشة صارتي وتفضلا منه لا وجوبا عليه وح إلهي أنه أن كل أنه كواجب سنين معه سقى يا إلهي سبحانه وتعالى أقول تفضلي رحمة حقي سكاهاتي وح الله وح النالها أرزاق دوذو وحي كإيمانيان إلهي سبحانه وتعالى حقيس ويعلم مستقرها ومستودعها انت النوش اي ميشا اي اوهو ينيسو كن نولا نيسو مركا اي دمان اي سنة ميشا اي كن دمان ايسو إلهي سبحانه وتعالى ايا عالمكو اه او او أرزاق دا ايا آجاشا او دمشدا وحال الديوان قلي اي اولا قري انتا سماواتك اي اولك والله عبورين اسكدا بني آدمك كنتم كن او سنكور ايا الله قري وحي ادعون لهي وحي احران لهي وحي ادعب لهي انتي ادنولان لهي مدد هذا المدافيس. ولذلك النبي قال صلى الله عليه وآله وسلم حلي إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها. ملك جبريل وحيقو أفوفي أو إيو وحيودي أو نفط إذا كو أفوفي نفط من يسائلين انشرينين إلى وحويان لبا الرماد أي أفسطة أو أي دميسطة. الأول وحويان وحي أي عون لهاي إني قادت. ثانيا وحويان إنت اللو تلقى لي مدد إذا إني نولات نفكر لما نيسا أو لما نيسا ما أجلت إلى إنت أدعون لهاي أدعون إنت يكون لمن تهي هل لقمة عيش إنا دمتا إما إدعكت إنت أجش هذا أي كد من تهي الدقائق إنا تكهر مرتا ما إدعكت نبي قمركو إنت نوشي وحي فاتقوا الله إلهي كعب صدر وأجملوا في الطلب قرحية طلب كأوح ضلب إسانة دريق قرحون أو حلال أو وناكسن إلهي سبحانه وتعالى رزقك أو ضلب دريق حاران وقال الله عنه وحنا كل هذه النينة مركز النبي قوحه يري ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أحد إذن كم ده ضاهد وضاه صدي رزقه ويسلي يأي وكاسو ضاهيون انكو حنبار إنو ضلب رزقه كل هذه الطريق حرام ودنبئ إنو كل هذه يسنكو حنبار. فإن الله تعالى أي النبي يري صلى الله عليه وسلم إلهي لا ينال ما عنده إلا بطاعته وحا أكثي ساء هذي وخزائنت يكيت كي لا لقم قاري كرا لقم نهلي كرا إلا طاعتي سمويانه وحكا لقم قاري كرا وإن أدعوكاتا جهدي كستئي الددال كستو آسميسد وحا إلهي أكثي سيء رزقي ما كو كيني كرتي الددال الددال شيء درتيس منا كاعلن كرو نعيب وقف كن نعبي هنا منا كاعلن كرو منا كو قاري سي الضريق خلطان وقاد قاضينا كو قاري ميس حلقا يا باقفك انتو الددال او حمان كو الددال انو كفر قبصده هو يلا دا صومد دان ما هنعنو وان كان اول با الهي واكو قري لكن طريق اذكر هذه سيبا حرام هذا ربا كل رادسي هذا رشوية اللالوش كوكوبتي هذا واحد عاي وفالسة ومدى كايبسي هذا متقانا بين اللالوش كل رادسي دريخ كسو كل رادسة أو حرام أقو إلهي سبحانه وتعالى رزقي وكوكو تلق علي دريخ كوكوبتا وحويا دريخ حرام وأن كوفة سادسة وأن كوخة سادسة كل يباني بيس. بل في النبي صلى الله عليه وسلم وحلي لو أن أحدكم لو أن ابن آدم ابن آدم فر من رزقه رزقه الله قري هدوك عرر لها أو ضبعين رزقه كبح صبه
لأدركه رزقه كما يدركه الموت رزق جبا عير سنة يأكدب تجيه سيدا وحا ويان ملك موت كما أونا أغب حسن كريم أجريد أيسا سن ما أدافعين كذلك ما رزق اللقو قري وحا ويان أكسور رات سنة مل الله ماشا آد قشنا وكاقدب تجيه وين أتا أغاتا وآدر أنت وحان كغادر إن هلكا قفك وحا أضلب يا طريق حلال إنو كر هذه طريق حرام تاوسك إلى لي إنو ننكو ضلب تكلف بضن إيا ممنان وكم من يهي إيا جهد زيادة وحبا إنو سيسكت لبين إيو آمن سيهي وقلبك سكن نقيهي وحا إلهي كوقري سبحانه وتعالى مرنبا كنا في ميان أسبار توحي آل لا إيمان كرتدون الله إمام وحو النبي يقول صلى الله عليه وسلم من كانت الآخرة همّة قفك آخرة هي قصد كيسا إيا النياديس هم كيسا إيا مروك تيسا إيا فكر كيسا إيا قصد كيسا قفك آخرة أوي هاي صدح الرماد أي قفك سهلية جعل الله غناه في قلبي إلهي با قلبي كيسا وحو نقا هيا غني النمو إيا هضانت النمو ساقوا وحبابا هاي سنين أي قلبك وحو كيا هاي قف غني أي قلبك كيا مركو أرك دتك هل ددال أي أرفاض أي أدباطون أي أضاع هذا إلهي كقف جان أي والله يابا يابا قلبك أي إلهي غني كسير أي وجمع له شملة أرميه سيا مصالح دي سنة إلهي بأو أرورين أي هل مالب بوحو كقبانا هيا طوان أرماط oo midkii ba maalin gooni ay u baahan tahay ayaa ilaahay arimihiisa u khulaaseynaya u koobahaya wax alla wuxuu qabtaba ilaahay ba u fududeynaya u sahlanaya arimihiisa waa loo aruurinaya wa arinka labaad wa taatihi dunya wa hiya raagima adduyaduna waxay u iimaaneysa ayadoo qasban raagima ayadoo sanduleysan oo qasban bay iimaaneysa ayadii baa soo raasanaysa asbaab yar oo fudud buu la yimid adduunyadii oo dacayaysan oo hoggaansan baa u imaanaysa saddexdaa arrimood ilaahay wuxuu u ballan qaaday waxa weeyaan qofka hammigiisa iyo niyadiisu iyo fakarkiisu uu yahay aakhiro midka kala fiiri saddex cuquubo ayaa saaran waman kaanat addunyaa hamma qofka ay tahay adduunyadu qasadkiisa iyo murugtiisa iyo niyadiisa ay tahay صدح الرماد بوع لقوع قابية جعل الله فقره بين عيني إلهي با فقري قيسي قاشدي سلبضا إنو الهرتو ذكينا هاي فقري قيبا هرتي ستاقونا أدو هذي مركاسو ما انتو نوحو كعر يا فقر وحالا وحا اوها يستو وأدو يأ إنو كريو زيادي هم قيدا يا كتاقن محايا لفقري با أمو قضا ولما شربي أو سليا هاي قاشا يا أغبت بادل هذو مقارن والرادين ايا عقوبتها سوى سارنتا وفرق عليه شملة ارميه سنة الهي وكلا جين ايا هبين ايا مال ارد بو كتشرة ساعات كست ارد بو كتشرة قاربا سنة كمركو دمادو حاجك اينا يسوقو تان هل بالاوكلي اچاني سفراقان وهلين هدا تلالي حاجك من لقو قول لي ايا لواتن سنة كوربا لقو يشيب لي اچاني سفراقا ايا واي waxa uu janiska u waayay waa baydki ilaahay inuu tago oo soo umraysto soo xajiyo janis buu laayay waxa uu ka caray oo raadinayo oo mashquuliyana waa adduunyo hammigaasna wuxuu keenay qalbiga ayaa faqri kaga jira indhaha ayaa faqri ka saaranya arimihiisina waa kala tageen maalin kasta wuxuu baadi goobaya intaas oo arrimood oo mushkilada ayaa ku furan hal mid oo xalis maysana ma leh mid markay soo dhawaato midii kale ayaa waxa weeyaan ayaduna waqti iyo juhdi kale dheeraada u baah cuquubadaasi way haysataa walam yaatihi min addunyaa illaa maa qudira lah adduunyadana uga imaan mayso ilaa wixii loo qadaray mooyaane walowla wax kale ka helahay juhdi kasta uu bixiyo intii loo qadaray unbuu soo xaasilinaya ma dhaafsiin karo mana heli karo walidaalika nabigeenna sala allahu calayhi wasalam حنو شيء يا حديث القدسي إلهي بينو نادينا يا وحو إلهي إن الله يا ابن آدم آدم إلمه سين آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنا
ابن آدم وحا أتفرق دا وحا ويان فراقه ونقطة عبادة دا قلبك وحا انكبو حين يا غني النماء يانكو بلقات وأسد فقرك قاتش دا دي فقر يا غني وان دبولي أنا كاد دبولي عبادة دا أتفرق أنا غني وحا انكو بلقات يا قلبك إنا هو انتني من ديكو فقر غني انكا أو دا قديس انكا حير وإلا تفعل هذا ابن آدم وسيد هذا سمينين أملا يديك شغلا قعنا هذا مشغول بان قورتك وقليني ولم أسد فقرك باهي هذا نمد بوله هبين إيا مالي مباها أنت سبتشت عقوبة هذا سعيانا هاي سطر وإنا نؤغانا هذين الدريني رزقيان نلاقري مرنا بينونا النسيقى هين إلهينا هذان عبادتي سأتفرغنا إلهي قلبي نغني نبتقي فقرنا إلهي نجا أوديه وإنا وقتي أن قالج قيب حقل أنسينا إن إنه دروسة يعلمك إنه جهد جلنا أبرنا إن إنه جماعاتك يدمتقنا ملها خيرك إن إنه همين يمال تاجنا إن إنه وح عن هيسنا خيرك كبحنا وإنا أرنت أيلا ولا ليال قنا عداس أي قلبي إنه أي كسر وأنا قلنا أم حبيبة رضي الله عنها وحاسك النبي صلى الله عليه وسلم أيضا دعاء سنة النبي مغلق ما حيكون دعاء سنة سي حيكون دعاء سنة اللهم أمتعني بزوجي رسول الله وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية إلهو يقول راح زوج كيغة نلال نرى إسلاق آذنا أبو آبهي أبو سفيان ولالكي معاوية أدب أتشعل سدح ربا مرقا سي وحي ترجين إيسا إلهي ويدي سنة إيسا نولر راح له برواقع ديرنا كوة النوال هذا نبي قم مركز ويحو يري صلى الله عليه وسلم لقد سألت الله إلهي وحا ويدي ستي أم حبيبي لآجال المضروبة آجال إيا مضل إيا مد ليالي أو لغا فاروقي وحبا أن لقكر لنهي وأيام معدودة مال مال تريي أو أن لدافهي وأرزاق مقسومة أرزاق لقيبيي أو لغا تفرغ أو لغا فاروق نقضي أي إلهي سؤال ليس لا يعجل شيئا منها قبل حلي شيء كم إذا إلهي سودد دجين مهيو انت عص وقت قيسا كون ولا يؤخر شيئا منها بعد حلي مركي لقارنا شيء كم إذا إلهي مدب لك هاي ولغا فاروق ولو سألت الله يا النبي بيين مركي هداد إلهي سؤالا لهي أن يعافيك من عذاب في النار وعذاب في القبر لكان خيرا لك هداد إلهي سؤالا لهي عذابك آخرة هي عذابك قبرك إلهي نكابد باديه أي أكو خير بدنا الله أكو فعنا الله هل كان دعاء هذا أقول لك ماذا أنا ميل لتشوغ يا معهن ميل لقضاها يا معهن وحير باقفك تشوغ يا وانا كتك هيا هانتي هذا وكتك إيسا حقق وبابايا هل كأقول لك أسبابها رزقي إلهي اللي قرر هذه وحقوه رياء التوكل على الله إلهي تلسعر حقق يمالك هتلسعر إلهي سبحانه وتعالى تلسعر حكم إذا الاستقامة على شرع الله شرعي إلهي أو لغو توصناه حكم إذا قرابة أو الحريري حكم إذا استغفارته أو لبضي إن كد دالنا استغفارته إنا بضينا شرعي إلهي إنا كد دالنا كد توصنانا تلسارنا إلهي سبحانه وتعالى ويدي سنة رزق حلالة ضريق حلالة أو وناك سنة كر هذا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين دمر أعداءك أعداء الدين يا قوي يا عزيز برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين